تكي عندك شويه تكي هاتكي حطينا هاتكي مشاهدي قناة شوف تابع أنا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. مأساة كوبل الزوج ضرباتو السخانة عادي 13 عام وتشلل وما بقاش كيسمع والزوجة كتعاني من القصور الكلوي وشدات الفراش دابا 4 أيام ما كتقدر لا تنوض لا دير حتى شي حاجة. غادي نخليكم معاهم يعاودوا لنا المعاناة اللي كيعيشوا فيها. السلام عليكم. السلام اخويا. واخا شنو المشكل اللي عندكم؟ عاودي لي من الاول كيفاش كنتو عايشين كيفاش تحولات حياتك؟ عايشين على قد الحال على قد الحال كاين مرة كاين مرة كاين والو سكت لي عافاك التليفون سكتو لي ها واخا كملي واخا كي كنتو عايشين عطيه عطيه نسي عاودي لي كيفاش كنتو عايشين واخا الاسم ديالك شنو سميتك؟ واخا كيفاش كنتو عايشين شحال هادي؟ عايشه على قد الحال الحمد لله. غير جاوبي جاوب. اللي ما عنديش ديالس كملينا فيها خير الحمد لله. عندي ديالس عندي المصاريف بزاف عندي كلشي ما كديت على حتى حاجه الراجل ما خدام ما والو ما عندناش جمعيه ما كتبغيش تدير ليا ديالس بلا فلوس. كاين هاد الجمعية هادي اللي كتقولك ضروري جمعية الأمل كاينة في الرحمة مبغاوش يشدو مبغاوش يشدو شحال كيطلبو لك؟ 100 درهم الحصة. انتي منين غتجيبي 100 درهم؟ كي خاصني الدم بزاف خاصني ديال وندير الدم 14000 ريال. انتي غتجيبي 100 درهم؟ سي اذا ما كيسمعش عافاك التليفون 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 ديالك لا راه كاين لاخر انا راه عندي اها يعني الحالة ضعيفة بزاف واخا الراجل كيفاش تولى مابقاش كيسمع وكيفاش تتشلل السخانة في البلاد لاقاش تعمل ضربات السخانة ليه ومشى ليه السمع ومشى ليه الجنب مابقاش كيتحرك مابقاش كيسمع مابقا كي عايشين بجوجكم عندكم لا ولاد؟ ما عندناش لا ولاد لا والو ما عندكم لا حنين لا رحم عندنا العائلة وين بعيدة لو أنت الوالدة من أكادير بعيد بزاف عائلة راجلي بعيدية كلشي بعيد جارتي اللي فوق اللي كدير ليا كلشي مسكين اللي كتعاونك كارين هنايا ولا حنا هداك شاري لي أختو شاري لي أختو الدار وخرجها تعدي وجاتها ومرض مسكين ايوا الحمد لله. واخا شنو تبغي تقولي للمغاربه كيتفرجوا فيك او للجمعيات اللي يقدروا يعاونوا؟ انا بغيت غير يعاونوا شي واحد هادشي اللي كاين بغيت يعاوني بالدم والدياليز هادشي اللي بغيت خاص الناس يتبرعوا لك بالدم. هادشي اشنو الفصيلة عندك؟ والله ما عرفت اخويا الفصيلة يعني خاص الناس يتبرعوا لك بالدم ويعاونوك. كي كديري انت كتهضري مع راجلك كي كديري؟ كندير ليها كنهضر معاه في الحيوان. فاش كيتزاد عليك الحريق كيدير مسكين تاكي كي؟ مسكين كيعادي فين؟ يعني الحالة المادية ديالكم؟ اه امتى شديتي الفراش؟
10 ايام ما كديتش نتحرك. كتحركي ما كديري والو؟ رجليا ما كنقدرش نقف. يعني انت ما كتحركيش هو ما كيتحركش. كي كديرو في الطياب كي كديرو؟ جارتي اللي كتطيبني. هو ما كيهضرش هو؟ لا ما كيهضرش مسكين والو. المرأة نوقف على رجليا هادشي اللي بغيت. بغيتها توقف على رجليا؟ صافي. شحال كتحتاجي دابا ديال الدياليز الفلوس شحال كتحتاجي؟ عندك حصة حصة وحدة ما عندكش باش ديرها؟ لا ما كنديرش والو. الله خا عطا لنا راجلك شوف واش يقدر يقول لنا شي كلمه. صافي صافي حنا السلام عليكم. السلام عليكم. المراه ديالي مريضه انا مريضه. شوف هنا شوف كيفاش كدير كتمشى. ما كتسمعش انا والو انا زتون ما لقيتيش باش تدير الطوايب فر 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 والو حد وين تقدري ديري في سميتك تمشي بحال سيدك تمشي بحال ما قلتي ايوا السبيطار كيقول لك سير بحالك ايوا ديك الفلاسيه بحالك موتي ولا شنو تقول الناس اللي عاونوك شنو تبغي تقول لهم؟ بيتكم مزيان بيتكم مزيان. بغيتيها توقف وتنوض؟ ما بغيتش توقف. ما حب رجليك انت ما كتمشاش ما كت انا انا طويه 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 الشارع لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن مشاهدي قناة سوف تيفي كيف ما شاهدتوا معنا هذا الكوبل هذا اللي كيعيشوا واحد الوضعية مأزمة بزاف. الزوجة ما كتقدرش تنوض أنتم ما كتشوفوا معنا الحالة ديالها كيفاش دايرة. الزوج ضربته السخانة هذه 13 عام كيقدرش حتى هو يتحرك ما كيسمعش. اشنو اختي تبغي تقولي للمغاربه؟ شنو تبغي تقولي لها؟ الله يطغي عليك بغيت يعاونوني الله يجزيهم بخير. بغيت غير نوقف على رجليا ونقعد على راسي صافي. انت اللي عند راجلك هو اللي عندك؟ حنا بجوج ما عندناش لا ولاد لا والو. ما عندكم حتى شي واحد؟ ما عندنا حتى شي واحد. بعيدة الحال بزاف. واش نقولش نشوف من حالتنا المشاهدين قناة شوف تيفي. كنتمناو من المغاربة اللي في قلوبهم الرحمة يتعاونوا مع هذا الكوبل هذا ويدعموهم ماديا ومعنويا. خاصهم 700 درهم ديال الدياليز. الزوج حالته كيفاش دايرة؟ الزوجة 4 ايام ما كتنوض ما كتحرك رجليها تنفخو محتاجه للدم محتاجه لبزاف ديال الحوايج. نتمنى من المغاربه والمحسنين اللي في قلوبهم الرحمه يتعاونوا مع هذا الكوبل هذا ويعاونوهم في سبيل الله. محتاجين 700 درهم للدياليز. منين غادي يجيبوها؟ الرقم ديالهم هو 0637 17 72 77 اللي بغى يعاونهم في سبيل الله هذا هو الرقم ديالهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. غادي نوصلوا مشاهدينا على نهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة.